فصل الصيف العراق وخاصة في بغداد هو حار جاف، وبالتالي أنه تذبذب التيار الكهربائي يدفع الكثير أنه المناطق القريبة إلى الذهاب إلى نهر دجلة والسباحة في نهر دجلة، رغم كل المشاكل الموجودة والتلوث الموجود على في النهر، ولكن هنالك يشعر المواطن بأريحية أولاً من حيث أنه هي يأخذ مساحة وفسحة من الحرية في السباحة، إضافة لأنه بدون أجور هاي وبدون معوقات. ماكو اهتمام بهذا الجانب وهو جانب الرياضة وهي السباحة. يعني دائما هسه شوف انت الاهتمام كرة القدم، كرة السلة، كرة كذا، بس انت شوف هسه المسابح يعني قلة موجودة، يعني بعض المسابح وهي يعني أهلية، يعني ماكو اتجاه حكومي حول هذا الموضوع. ولهذا السبب جاي يصير يعني وفيات بسبب الغرق. احنا نريد جهات مختصة، رياضة الشباب، أمانة بغداد هي مسؤولة على هذه القضية انها تفتح مسابح أكثر وأكثر، تكون أجور رمزية، لأن يعني أغلب الناس ما عندها وضع اقتصادي ما يساعد أنه يشارك مثل هكذا مشاريع، مشاريع سباحة يعني. فأما المحافظات نطالب جميع المحافظات الكريمة خاصة الجنوبية، لأنه الصيف قادم عليهم أن يفتحون مسابح للشباب. حياكم الله. حل الصيف على العراقيين جالبا معه التغير المناخي، ارتفاع في درجات الحرارة وتراجع في ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية، فإلى أين الهرب؟ أرياف ومدن فقيرة تخلو من الخدمات، وبعضها لا يحتوي حتى على المولدات، حتى المياه التي كانت توفر الملاذ البارد باتت باهتة المعالم، والغرق هو الرفيق الوحيد للشباب في الأنهر والمسابح. نجاة إنقاذ غابت عن المياه وعن عقول الأطفال التي داهمها التوحد، عبث بالمدركات الحسية والنفسية، ولم يجد منقذاً لا في وزارة الصحة ولا في المجتمع. مراكز رعاية وتأهيل وتدريب غابت عن الواجهة لسنين لتحل محلها المراكز ذات الدفع الباهظ، فمن ينقذ الأرواح في ملفي حلقة هذا اليوم؟ أهلاً بكم. من جديد أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع مدير إعلام الأنواء الجوية الأستاذ عامر الجابر، حياك الله. الله محييكم ست العزيزة، وحيا الله جميع مشاهديكم ومتابعيكم الكرام، جميع الأخوة الأعزاء في إذاعتكم قناتكم الموقرة. أهلا وسهلا. ينضم إلينا عبر سكايب خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية الأستاذ رمضان حمزة، حياك الله أستاذ رمضان. أهلا وسهلا، مساء الخير بك والضيوف الكرام، حياك الله. أبدأ معك أستاذ، ما هي أبرز تداعيات التغير المناخي على العراق؟ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص الحالة الجوية بصورة عامة للبلاد، وحسب تقرير قسم التنبؤ الجوي في الهيئة العامة للأنواء الجوية ورصد الزلزال وزارة النقل العراقية، احنا بصورة عامة تقريبا هي نهاية شهر آيار وفي بداية شهر حزيران تبدأ عندنا تقريبا الحالة الجوية، مرحلة جديدة احنا نسميها مرحلة المنخفضات الجوية، مرحلة
المنخفضات الجويه او نسميها احنا الموسميه الحراريه، تقريبا تبدا من شهر حزيران لنهايه شهر اب. فهذه المرحله دائما ما بعض الاحيان كان يتعمق المنخفض الموسمي الحراري في هذه الفتره ويكون تاثيره واضح على العراق، بس لكن لحد هاللحظه احنا ما عندنا مؤشرات تشير بان المنخفض الموسمي الحراري اللي يشكل على الاراضي الهنديه بانه تعمق او ما شابه ذلك. فقط احنا كمرحله جديده هي هاي المرحله، مرحله المنخفضات او مرحله احنا نسميه المنخفض الموسمي الحراري يعني بصوره عامه، يعني بعض الاحيان احنا نسميها ظاهره يعني غير غريبه، البعض يسميها بين ظاهره غريبه بين صار عندنا ارتفاع بدرجات الحراره يعني في شهر نهايه شهر ايار. احنا حقيقه المفروض حتى هي مو ظاهره غريبه لانه انت عندك احصائيات عالميه تشير الى الاحتباس الحراري. أكيد. ولما احنا نعرف انه تبدي هذه المنخفضات الحراريه في شهر حزيران، طيب ليش ما نتخذ الاجراءات؟ ست العزيزه ليش قلت لك ظاهره غريبه؟ بعض احنا من خلال يعني الاخوه في صفحات التواصل الاجتماعي يعني يحسس المواطن بانها ظاهره غريبه، العراق ليه متاثر بهكذا منخفض او هكذا ارتفاع بدرجات الحراره؟ احنا العام الماضي درجات الحراره وصلت الى 52 درجه مئويه، يعني في بدايه شهر تموز العام الماضي اعتقد اول اسبوع كانت يمكن احر درجات حراره هي سجلها العراق بالعالم. حر درجات حراره وحر درجات حراره في 14 محافظه. اللي سجل ظاهره غريبه استاذ؟ لا مو قصه ظاهره غريبه، وانما احنا ما عندنا مقومات حقيقيه، يعني المقومات الحقيقيه من ضمنها اولا الطاقه المستدامه، الطاقه البديله، المسطحات المائيه، التقليل من الانبعاثات الغازيه، التقليل من جرف الاراضي الزراعيه، هذين المقومات من يكونن اكيد احنا راح تقلل، ما راح يعني تزيل هذه الانبعاثات لكن راح تقلل. كنت تقلل تقريبا بالمئة درجاتنا 52 اذا شجرنا وراعينا المسطحات المائيه وكل اللي تفضلت، ايش قد تقل درجه الحراره؟ اكيد يعني يصير يعني فد نقول درجات معينه، بس ليش احنا المؤتمرات العالميه كلها المؤتمرات العالمية من صارت من عام 2015 مؤتمر باريس والمؤتمر اللي صار بجنيف أعتقد العام كلها تحث على الطاقة البديلة والطاقة المستدامة لتقليل شدة انبعاثات الغازية. أستاذ رمضان أجدد الترحيب بحضرتك وأبدأ من المقومات، العراق ليش ما عنده مقومات تساهم في خفض درجات الحرارة وخفض يعني تداعيات التغير المناخي في العراق؟ شكرا جزيلا. الحقيقة العراق بلد بها مقومات بشرية وبها مقومات طبيعية، بس نفتقد إلى إرادة سياسية لجعل هذه المقومات واقع حال. العراق بلد بنهرين وبروافد كثيرة، البلد الوحيد بالمنطقة وبالعالم بنهرين عظيمين بمساحة صغيرة، بشط العرب بمنخفضات طبيعية، الثرثار، العبانية، اشتاثة أو رزازة، يعني الأنهار اللي موجودة، طبيعة الطبوغرافية، مناطق جبلية، غابات، مناطق سهلية، مناطق بها يعني تنوع طبوغرافي فظيع بالعراق، في مساحة صغيرة يتجمع كل شيء، عقول تفكر موجوده، لكن الاراده السياسيه انه مثل ما تفضل الضيف العزيز انه جرف، يعني احنا في بغداد الحقيقه المدينه اللي المفروض كان نرى بها عده احزمه خضراء حول بغداد وزياده النافورات والمسطحات المائيه داخل المدينه وتهذيب نهر دجله بما يسموه السدود الغاطسه. يعني انا سويت دراسه حقيقه على تلوث البيئي، كنت رئيس الفريق البحثي 40 كيلومتر خلال بغداد، يعني النتائج كانت يعني حقيقه مخيفه جدا انه التلوث يعني ليش مخيفه استاذ حمزه؟ ممكن تحدثني وصفتها بالمخيفه؟ من الدوره، من البساتين، من المولدات، من مستشفيات مدينه الطبه غيرها. ولهذا انه الاهمال اللي يصير والبحث عن المولات والجوانب الاستهلاكيه والكتل الكونكريتيه بدل الاشجار وبدل الحدائق وبدل المسطحات المائيه او المسطحات الخضراء، هذه اللي هي السبب الرئيسي اللي خلى انه نفتقد الى مقومات لتكييف والتخفيف من اثار تغيير المناخ. نعم. وتغيير المناخ نقطه بس لو سمحت لي استاذ حمزه نحافظ على المياه
وإدارتها بشكل جيد حتى يكون عندنا مسطحات خضراء، وهذه المسطحات الخضراء بدورها راح تكون أيضا منتجة، أيضا تكون منتجة للناس، أشجار زيتون، أشجار نخيل، هذه تكون منتجة علاوة على الإنتاجية مالتها، راح تكون مصدات رياح، راح تقلل من العواصف الغبارية، راح تحسن الصحة العامة. أي وضحت الفكرة في هذه النقطة، ما أعرف إذا كنت تسمعني لولا حضرتك وصفت هذه الدراسة بأنها مخيفة. طيب شنو الآثار المترتبة على كلمة مخيفة؟ يعني إذا ما استمر العراق بما هو عليه، يعني إيش راح يصير؟ مثل ما جاءت في يعني في المقدمة إنه حالات التوحد وحالات المرض السرطانات اللي نشوفها هي مو بس من تلوث الهواء، تلوث الماء وتلوث التربة، يعني الأكل الناكله الحقيقة المخضر اللي ينكل في كافة محافظات العراق. إذا نروح هذا المخضر وين يعني مصدره وين، راح يكون سقيا بمياه الصرف الصحي اللي تخرج من المدن، وهذا خطير جدا، يعني أخطر ما يكون بها معادن ثقيلة ومواد مسرطنة تدخل من ضمن الكرافس أو الخيار أو الطماطم أو هذه المهمة الأشياء اللي تزرع محليا ونشوفها بالأسواق وندفع حتى نشتري هذه المواد، وبالتالي هذه المواد هي تكون مسيطرة بشكل لونج تيرم، يعني على المدى البعيد ما يطلع السرطان او الامراض هذه خلال يوم يحتاج يومين. وقت انما عندنا الامراض اللي هي يسموها الووتر بورينج ديزيز، الامراض اللي تتعلق بالمياه الملوثه تصيب الاطفال، الكوليرا وما كوليرا ويسال، وهاي الامراض هاي تكون قد تكون فوريه، بينما الامراض الاخرى هي مزمنه وراح تاخذ زمن، فالإنسان ما يحس انه سببها تلوث مائي او تلوث هوائي، وانما يحس انه هي ظروف اللي صارت بالبلد وحاله الاقتصاد، يعني كساد الاقتصادي الموجود وزياده حالات الفقر وعدم وجود التعليم للاسره، هاي كلها ادت انه يكون الناس يعني تفقد صحتها على طول الوقت. راح اناقش وياك هذه النقاط اللي تفضلت بها، فقط اتوجه بالسؤال للاستاذ عامر. استاذ عامر هسه مثلا الشباب وين تنطي وجهها؟ درجات الحرارة لاهبة، مسطحات مائية، الشاب اللي يروح يسبح بها يغرق ويرجع، كهرباء ماكو، أبسط الأمور البسيطة ما متوفرة للشباب العراقي. زين أنا أسأل حضرتك اليوم الشاب وين ينطي وجهه؟ أكيد سيدي العزيز احنا ليش الزلزالي هي دائرة بحثية علمية، احنا يعني واجبنا نطي التحذيرات الجوية، التحذيرات الاستباقية لمؤسسات الدولة الخدمية إلى جميع مؤسسات الدولة من ضمنها الهرم الدولة هي الأمان العام مجلس الوزراء، يعني من نطي التحذيرات من نطي هذه الأحداثيات، يعني أكو فد خلل معين مثل ما نوهتي بين الشباب وين يتجه، زين هسه الشاب وين يروح؟ ماكو فد متنزهات حقيقية كانت، ماكو فد رقابة حقيقية على المسابح أو المسطحات المائية، يعني أكثر الشباب من تروح يمكن جزء ماكو رقابة بعض الأنهر، يعني يروح الشاب مثلا ذول الشباب يروحون يغرقون حقيقة. زين حاليا تعرفين احنا الكهرباء ما شاء الله، يعني الحمد لله والشكر ما عندنا كهرباء احنا، يعني هذا الموسم احنا كل موسم يجي بين الكهرباء، وهذا يعني هذا عملها، هذا طاقته المحدودة، يعني هسه تقريبا بدا صار 4 أيام 5 أيام يعني ماكو كهرباء مستقرة بالمساكن مالتنا. ادري هي مشكلة تنفتح مسابح حكومية مؤهلة للشباب، هي مشكلة ثقافة النجادة حتى الشاب العائلة ما تخسره. المشكلة الثانية كانت اكو منتديات، اكو سابقا كانت منتديات، كان الشباب يتجهون للمنتديات، يعني يبتعد عن كثير من المشاكل اللي بالشارع، يعني يلتهي بالمنتديات، المنتديات كان بها الرسم، بها الموسيقى، بها الرياضة، بها كل شيء المنتديات، كان الشاب يعني يلتهي بها حتى بها مسابح، ولكن مع الأسف يعني بعض المنتديات انغلقت، بعض المنتديات نطوهم يعني مساطحة لبعض المؤسسات، يعني على سبيل المثال في الحرية كان اكو منتدى نادي الحريه، هذا يعني يستقطب جميع الشباب، يعني بعدهم عن الشارع، يعني الرياضه اجى حولوه الى مستشفى اهلي، فهذا مو صحيح، هذا مو صحيح. هسه تقول الشاب وين يروح؟ المتنزهات هسه اللي موجوده في بغداد او ببقيه المحافظات العراقيه بصراحه اللي تليق بطموح الشباب، هسه مو 100%، خلينا نقول 50%. والله ستي العزيزه يعني احنا عندنا متنزهات، مو ما عندنا، يعني اكو متنزهات بس مع الاسف يعني البعض منها ما تحول كمتنزه مثل السابق، صار متنزه ونرجيله وما اعرف شنو، تحول الى غير بيئه، يعني نفس البيئه، يعني احنا كنا مثلا اذا تروحين متنزه يعني تستنشقين الاكسجين نظيف،
هسه ماكو، يعني اذا تروحين بعض المتنزهات او القريبه من ماكو استنشاق ذاك الاكسجين. اولا انت اكو شغله الاخ، انت اكثر مناطقنا هسه انحصرت المجمعات السكنيه اللي يعني حجبه الهواء النقي، حجبه الاكسجين النقي. هاي المجمعات السكنيه صارت يعني اكو بعض المناطق انحصرت، يعني انحصرت، فهذا هذا عامل يعني خطر، هذا خطر سكني. استاذ عامر هسه اكو فد شغله اخرى، كل الاراضي الزراعيه بالمعظم الغالب حولوها الى سكنيه. احنا هذا نحكي به دائما هذا الموضوع يا اخوان، جرف الاراضي الزراعيه. من حكيت ومنو ما سمعت؟ ست العزيزه احنا ماكو فضائيه ما ناش، احنا شغلتنا نطي تحذيرات، ولكن اخذنا المحور الثاني صرنا الناشد. يعني انا اكثر من مره في جميع وسائل الاعلام ناشد الدوله رئيس الوزراء بين موضوع النظر بموضوع مثل ملف التصحر، ملف المياه، هذا من المواضيع الخطره جدا. يعني حسب العراق احنا مو بس تصحر، احنا عندنا صحراء وعندنا تصحر. الصحراء هي موجوده عندنا بالغربيه وعندنا بين السماء وبين البصره، هاي الصحراء، ولكن التصحر عندما تجرف الاراضي الزراعيه كلها. يعني اذا تباوعين هسه، اذا تباوعين العراق هسه بغداد تروحين محافظات، شوف الحيز الاكبر اخذ التصحر، يعني المناطق القريبه مثل العموديه هذه كلها تصحر. اي انا اسال، هي قحط تكون اكو حملات تشجير، اكو مصدات هواء يا استاذ؟ ستي احنا هسه ساعه يقولون مي ماكو حتى نروي هذه الاشجار، زين اكو اشجار مقاومه. ستي العزيزه انا اعتقد يمكن كانت عندي محاوره مع العراقيه مع وزاره الزراعه بوقتها، فوزاره الزراعه لهم مثلا نقول على سبيل المثال عندهم فد يريد يزرع مثلا نقول على فد 20 كيلو. زين. اوكي؟ ال 20 كيلو مثل جزء زرع منها فد 15 كيلو. ابو الموارد المائيه ما عنده ذيك الكميه اللي تطي المياه، يعني بدك تشوف الزراعه يقول مثلا نوصل مرحله بعد ما اكو اولا احنا شو نسميه؟ يقول من مثل اتناقش ابو الموارد المائيه بعض الاحيان يقول لك انا هاي طاقتي الاستيعابيه بنطيك هالقد، هاي وحده. زين ماكو استدامه. هسه احنا بعض المزروعات ما بيها استدامه، احنا نزرع بس ما نستديم، تروح تنتهي بس تصير خساره تموت. فلوس. فانا كان عندي فد مقترح، يعني حقيقه المقترح احنا ما نذب مثل الكاهل على وزاره الموارد المائيه وذب على وزاره الزراعه، لا، احنا عندنا محافظات، كل محافظه تطيع حدد مسؤوليه، احدد مثلا ابو المحافظه مثلا من النجف نقول الى كربلاء حددك بهذه المسؤوليه، اعطيك فتره، اعطيك فتره سنه او اعطيك فتره ست اشهر. انا ورا ست اشهر ورا سبع اشهر اجي احاسب، احاسب من احاسب عندي انا المحافظ اول ما ايش قد انجز من المشروع، ايش قد متبقي، ايش قد متلكئ، حتى اقدر انا اسيطر. بس انا من اذبها براس وزاره الزراعه وحدها لا، انا ما اذب. بس انت حضرتك يعني متحدث باسم الانواء، مدير اعلام الانواء الجويه، زين لما تقول انا بس اطلع بالفضائيات احكي، يعني مو هاي كارثه؟ غير للجهات المعنيه مناشدات وكتب رسميه حتى يجاوبوك بكتاب رسمي حتى المواطن يفهم. احنا ستي العزيزه احنا قلت لك احنا دائره علميه، واجبنا الرئيسي مو علميه، وين كانت علميه غير تقول راح تصير مصيبه بالعراق؟ احنا دا نطيها بالفضائيات كلها تسمعنا، كلها تسمعنا، اضافه للمؤتمرات اللي تصير، يعني الانواء الجويه زي. انا اطلع احكي بالفضائيات بس الانواء الجويه تشارك بالمؤتمرات، المؤتمر شارك به وزاره الصحه، وزاره الماليه، شنو تعليقهم؟ الدفاع المدني، البيئه، هسه كل المؤتمرات خاصه المؤتمرات اللي تخص الكوارث الطبيعيه، المؤتمرات اللي تخص الزراعه، تخص المياه، هسه اذا تابعين المؤتمرات تلقيهم كلهم مشاركين. اول جهه وزاره البيئه هو احنا هذا المؤتمر هو احنا هذا ست العزيزه احنا نقول هاي المؤتمرات لازم تخرج بثمره لحد رمضان. بصراحه باعتباره خبير بالمسطحات المائيه، شنو اسباب غرق الشباب العراقي في الانهار؟ حالات غرق كثيره، لكن شنو السبب؟ هو ما يعرف يسبح، ما عاد ثقافه النجاده حتى تحمي الغرق، المياه ملوثة تساعد إلى نعم في كانت الأنهار بها دائرة خاصة بوزارة المواد، لكن يعني مفعولها أو أثرها في العمل قليل. كري الأنهار كان لها نظام كري، كانت الترسبات اللي تيجي على الانهار يحافظون على محرم النهر، ويحددون الوزاره مع الدفاع المدني تحدد مناطق معينه تصلح للسباحه اللي هي تيار الماء اللي يصير بها، اللي تعرف النهر لها هندسه خاصه، من خلال هندسه النهر
والالتواءات اللي تصير فيها وقربها من المدينة والمقاطع اللي موجودة. هاي المقاطع كانت تحدث من قبل وزارة الموارد المائية ومن قبل الدفاع المدني انه يكتبون على قطعة المسموح للسباحة ومناطق اخرى ممنوع السباحة. حاليا هذه مفقودة، لا الوزارة تقوم بكل الانهار ولا الناس تعرف وين الخطورة، ايش قد النهر عميق، عمقه ايش قد، تجهيز الناس الحوليه والروحيه بالنهر. هاي الملوثات كلها تؤدي الى جرح الشخص او يتاذى الشخص او يشرب من هذا الماء الملوث يدوخ، يعني هاي كلها عوامل ما كانت موجوده في السابق. هاي العوامل هسه استجدت خلال فتره طويله، يعني هاي المده اللي صار لنا بعدين 2003، هاي المناطق يعني التعليمات ما موجوده، المياه تصير فيها تلوث، ماكو رادع لمدينه الطب انه هاي الملوثات او مصفى الدوره واللي ذكرنا. فاذا الانهار هي ملوثه باستنشاقها للسباحه، يعني استنشاق ماي، يعني الماي يعني السباح ياخذ من هذا المي، يعني يريد ما يريد جزء من الحركه، فهذا طبعا ياثر عليه. اثنين انه المقطع غير محدد ما يعرفه، هو الناس اللي تروح الشباب الى منطقه قريبه من مناطقهم فيبدي يسبح وما يعرف، هو الريسك يعني مجازفه، وهي المجازفه طبعا هو مثل يقول هو وحظه، لو يروح بها او يكون سباح نشط او باللحظات الحرجه يخلصون واحد، ولا هاي كلها تصير حتى في مناطق الاخرى يعني في عالي الانهر. نعم. ايضا تصير، يعني المناطق اللي بها دراسه مناطق صالحة للسباحة ضمن معايير خاصة هندسية ومناطق أخرى لا تصلح. ما عندنا هذه الأشياء، ومثل ما ذكرتوا إنه الناس وين تروح، يعني ماكو غير ماكو مسابح، الدخل الفرد قليل حتى يروح مسابح. أستاذ حمزة مو هنا المشكلة، أكو مشكلة أعمق، أكو بعض المحافظات نوع من المجازفة. نعم. لو سمحت لي، أكو بعض المحافظات حتى ما عندها مولدات، ما تعرف شيء اسمه مسبح، تعرف عندهم هناك بحيره صغيره وتروح تسبح بها، يعني هكذا هم متوارثين هذه الحاله من قديم الزمان، لكن للاسف حتى هذه المسطحات اختفت. اليوم شلون نقدر نقلل من هذه الاثار؟ هذه اثار كارثيه. الحقيقه ويراد لها دراسه انه هذه الانهار اول مره كميات المياه اللي تجي عندنا ايش قد ونوعيتها ايش قد، والمناطق السباحه لازم تحدد من جديد وجديد، والمياه كري الانهار مقاطع النهريه، يعني اذا نلاحظ قبل فتره نشوف سد الموصل صار فيها زياده في الخزين. نعم. كثير من القرى اللي قريبه اللي جاوزت على ارض البحيره في ايام اللي المواسم الاربعه الخمسه اللي جفاف اللي صادفتنا قبل هذا الموسم، فالناس قامت تزرع في داخل البحيره وقامت تبني داخل البحيره. حاليا خلال هالاسبوع نشوف الاعلام يركز انه غرق بيوت او غرق مجموعه بيوت من القرى اللي هي محاذيه لسد الموصل، الحقيقه هم متجاوزين. يعني هي الاشكال اللي دا يصير انه القانون غير صارم، القانون غير موجود، متابعه غير موجوده، مع ان هسه التسهيلات كل سهله، يعني قبل ما تروح مفرز الشرطه تتابع هاي المشاكل، اكو كاميرات، اكو ساتلايت، ممكن. نعم. من خلال الساتلايت من الكاميرات يسيطرون على اي منطقه يريدون، وراسا الشرطه تتحرك الى ذيك النقطه. طيب. انه هاي المنطقه بها محظوره او غير صالحه، ولكن اهمال شديد في هذا الجانب. استاذ ذكرت مدينه الطب وقلت يعني المخلفات تلوث الانهار، ايش قد النسبه اللي ساهمت بها مدينه الطب عن طرح هذه الفضلات بالانهار بتلوث مياه نهر دجله؟ هي مدينه الطب مشكلتها يعني هي الدورة هميا والمصانع الاخرى، ولكن مشكله مدينه الطب البقايا اللي تصير من الصحة بها، يعني أجزاء من جسم البشر، بها جنين، بها مواد مسرطنة، بها معادن ثقيلة، الزرنيخ والكادميوم، هي تدخل بالأدوية، تدخل بصناعة الأسنان، تدخل بمشاكل أخرى، فخطورتها هنا الخطورة، يعني هي مو النسبة، النسبة هي طبعا مدينة الطب هي كبيرة جدا، ولكن مدى الخطورة من
رمي هذه الفضلات الصحية الغير المعالجة، وهذه المياه اللي المعالجة أيضا غير المعالجة، اللي الجانب الصحي اللي فيها المفروض كان يعالج بدقة، يعني معالجة ثلاثية وليس ثنائية، حتى يسمح لها بإطلاقها على نهر دجلة. فهنا الخطورة أنه هي الفضلات هي كلها سامة وخطيرة، فمن تروح بالماء تتحلل وتنتشر، ف يعني تلوث الماء، تلوث التربة، وتنتقل إلى أن تصل البصرة، والبصرة هي مدينة مصب لكل هالقاذورات هالفضلات. ولهذا شوف نسب السرطانات اللي موجودة ونسبة التلوث اللي صار بال 2018. والبصرة كانت يعني حكومة، مو حكومة تسقط، حكومات تسقط، إنه آلاف المرضى خلال أسبوع يعني في مدينة مثل مدينة البصرة، وما حد دار لها بال يعني، ولا يزال إنه المسألة يعني غير مهتمة، يعني ليس أهمية المياه لا توجد في أجندة الحكومة. أي حكومة من الحكومات سواء كميتها اللي تجينا من تركيا وإيران أو نوعيتها اللي تتلوث وهي داخلة إلى العراق ملوثة وتتلوث مثل كرات الثلج، تكبر يزداد نسبة التلوث إلى أن تصل البصرة فتصير مميتة جدا. طيب أستاذ عامر، إذا تصحر، ارتفاع درجات الحرارة، تسطح مائي، غرق شباب، جرف أراضي زراعية، كل هذه شو نسوي يعني؟ وين احنا رايحين بصراحة بهذه المعطيات؟ هسه احنا ممكن مسيطرين على الوضع، بعد سنتين ثلاثة وعشر سنوات ليش بدنا نحكي ست؟ احنا ليش بدنا نحكي دائما يعني من خلال قنواتكم الفضائية، من خلال مؤتمرات الدصير؟ يا اخوان حيز التصحر أخذ الحيز الأكبر. هسه يمكن اعتقد بالسماوة يمكن صارت حملة من قبل الحشد الشعبي تغطية بعض الأراضي الزراعية. احنا ليش هسه ما نتجه مثل هذه الطاقة البديلة والمستدامة للألواح الشمسية؟ هذه الألواح الشمسية هسه احنا يعني مقومات عندنا بين نصير عندنا ألواح شمسية، صحراء عندنا، الرياح مالتنا مستمرة، عندنا فضاء كبير، هذه نقدر حتى إذا خلينا ألواح شمسية بهاي الصحراء كلها، أنت ما راح تقللين من شدة هاي التصاعد الغبار والتراب كلها. إهمال لو أكو ملف سياسي. والله ست بعد. لا بصراحة أستاذ. سألك كمواطن، دعك من مدير إعلام، هس أحكي وياك كمواطن، أنت إيش تقرأ؟ لأنه المواطن اليوم يقول لك ما معقولة، حتى المواطن البسيط قام يقدر يلقى حلول. فعلًا قلة متابعة. قلت متابعة. لأن مثل ما قلت المؤسسة، أنا مواطن أقدر أسوي ألواح شمسية ببيتنا زين واستفاد من الطاقة المستدامة والبديلة. قلت متابعة. نعم، شكرا جزيلا مدير إعلام الأنواء الجوية الأستاذ عامر الجابري، حياك الله نور. الله محيكم. الأستاذ رمضان حمزة خبير الاستراتيجيات والسياسات المائية، شكرا جزيلا على كل ما تفضلت به من هذه الإيضاحات. إذا ملفنا الثاني راح يكون عن مرض التوحد في العراق، وصل إحصاءات المفقودة والاهتمام الغائب. راح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. ارتفاع غير مسبوق لوتيرة الإصابات بمرض التوحد شهده العراق خلال السنوات الأخيرة، مع عدم وجود إحصاءات رسمية حتى الآن، وسط تراجع الخدمات لهذه الفئة من المرضى، أجبر عوائلهم التوجه إلى مراكز العلاج الأهلية، على الرغم من ارتفاع التكاليف المالية مقارنة بالنتائج التي يمكن أن تقدمها تلك المراكز التي لا تخضع إلى الرقابة الحكومية. الحكومة وخاصة وزارة الصحة لم توفر العلاجات الكافية، وإن وجدت هذه العلاجات تكون بكلفة باهظة على المواطن، فلهذا نقول بأنه يجب أن تكون هنالك دعم حكومي لهذه الفرق، ولكن نقول بأن هنالك ضبابية لعدم وجود إحصائية حقيقية على نسبة عدد الأطفال الذين يصابون بهذا المرض. هناك قسم من العوائل حالاتهم ما تتمكن أنه يدخل هذا في مدارس خاصة حتى يتعلم ويعرف يعني يقرأ، يعرف يتصرف ويا الناس، لأنه التوحد يكون مثلا يضرب بيأذي بدون وعي. وتحتل العاصمة بغداد ذات الكثافة السكانية مركزا واحدا لمعالجة المصابين، الذي لا يتوافق مع أعداد المرضى، ناهيك عن قلة الكوادر التعليمية المتخصصة بتعليم الأطفال المتوحدين ورعايتهم، إضافة إلى قلة أعداد الأطباء النفسيين. لابد لحكومتنا الموقرة أن تأخذ هذا القرار، وهذا قرار مهم، بفتح مستشفيات خاصة
والاهتمام بهذه الشريحة من هذه الأطفال، أنه تبدي بكثرة هذه الأطفال للتوحد كثير تصير، يعني أعتقد أنه بكل بيت بعدة عوائل تصير. أشوف أنا من خلال التواصل الاجتماعي هناك أطفال محتاجين العناية، لابد فتح دار أو مستشفى خاصة إلى هؤلاء الأطفال. لا توجد إحصائية دقيقة لأعداد المصابين بمرض التوحد في العراق، لكن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 200 ألف مصاب وسط غياب المراكز الصحية وقلة الكوادر الطبية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. من جديد أهلا بكم. محور الحديث في ملفنا الثاني راح يكون مع الدكتورة رشا عباس الجنابي، طب نفسي أطفال ومراهقين. حياك الله دكتورة. أهلا وسهلا بك حبيبتي. دكتورة، بداية أريد أسألك، شنو مرض التوحد؟ مرض التوحد هو مرض نمائي عقلي، يبدأ عادة قبل 3 سنوات التشخيص مالته. يكون هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن ضعف اجتماعي، ما يعرف الطفل يتواصل ويا أهله والأقران اللي بعمره، يصير عنده تاخر يعني بالتطور النمائي مالته مالت الدماغ، بالاضافه الى الحركات التكراريه اللي تصير عنده، رفرفه الايدي، مشي على اطراف الاصابع، دوران حول النفس، اي حركه ممكن يكررها الطفل باصابع ايده او باي جزء من اجزاء جسمه يسويها تعتبر حركه تكراريه، بالاضافه الى الضعف الاجتماعي. زين، انا اريد اسال حضرتك، شو كنت تبدي الاعراض؟ يعني شو كنت انا اعرف انه طفلي بيتوحد؟ عادة هي الأعراض تبدي قبل 3 سنوات إحنا نشخصها. قسم الأطفال يبدي سنة ونص، قسم سنة وثمانية أشهر، قسم سنتين، فحسب الطفل يعني وحسب احتياجه الاجتماعي وشون ينتبهون أهله إليه، يعني الأهل هم اللي يعني ينتبهون عليه. دكتورة، بصراحة أنا أسمع أنه مرض التوحد مو مرض وراثي، يقول لك إذا بيئة الطفل، خل أحكي لك إياها بصراحة، إذا ما حد يحكي وياه كان وضعه الاجتماعي مضطرب يصير بيه توحد، فهو بالفعل مرض وراثي لو مرض اجتماعي نفسي. بالنسبة لمرض التوحد هو متعدد الأسباب، أسبابه ما واضحة لحد الآن، بس يدخل بيه العوامل الجينية الوراثية، تدخل بيه عوامل بيئية، منها الحرمان البيئي، ممكن الأهل اللي يعني يهملون الطفل ما يتكلمون وياه أو يعزلونه مثلاً، ممكن اللي يقعد على الموبايل فترات طويلة أو هذه، بس هو مو هو السبب، وإنما هو جيني، استعداد جيني وقابليه انه يصير بتوحد. استعداد جيني يعني نعم. يكون اذا مثلا بالعائله 80% من الحالات هو جيني. اذا العائله بها مثلا حالات توحد، شو قد نسبه الاطفال ممكن يصير بها توحد؟ هو نسبه كلش كبيره، يعني هو قلت لك اذا عندهم وراثه فهو 80%. ما إلى علاج دكتوره؟ علاج التوحد الوحيد هو التدريب، ما إلى علاج، فقط اكو تدريب. حالات بالتدريب نجحت؟ اي عندنا حالات كلش هواي، دخلوا مدارس وما شاء الله عليهم مطوره حالتهم. زين، أريد أسألك شو قد أعداد المصابين بمرض التوحد بالعراق؟ ما عندنا إحصائية دقيقة. النسبة كلش هائلة، وهسه حاليا جاي يعتبر من ضمن الوبائيات. قبل تقريبا 60 سنة بال 1934 كانت النسبة من 1 إلى 10,000 طفل بالدراسات. حاليا تقريبا كل 50 طفل اكو طفل مصاب بالتوحد، فزيادة مرعبة. كل 50 طفل واحد؟ أي. والوبائيات ولحد الان، زين هل يعني لحد الان ما اتخذنا اجراءات لازمه؟ احنا ليش احنا بالعراق مرتفع عندنا لهالدرجه؟ يعني من هو بكل العالم مرتفع، هو بكل العالم مرتفع، مو فقط بالعراق. جاي اقول لك دراسه عالميه، يعني 1 كل 50 طفل، ما جاي اقول لك دراسه بالعراق، يعني هو وبائي بكل العالم، فهو مرض يعني موجود يعني بكل العالم. زين بالعراق ايش قد؟ بالعراق جاي نشوف كلش حالات بمركز التوحد، كلش هواي، يعني انا كل 10 اطفال اشوف لي 2 توحد. زين شنو اسبابه دكتوره؟ بالعراق جيني، هو جينيه وعوامل بيئيه، اللي هي ممكن انه اثناء الحمل الام عندها امراض، يعني مثلا ضغط، سكر، اي مرض من الامراض، ممكن انه عدم تطابق الدم بين الام والاب، ممكن زواج الاقارب، ممكن عمر الام وعمر الاب كبيرين من يعني ينجبون الطفل عاده، يعني مثلا فوق ال 35 فوق ال 40 سنه يعني ينجبون طفلهم مثلا، يصير عندهم توحد. ممكن انه تعسرت بالولاده مالت الطفل، ممكن يجي وزن الطفل قليل، هذه عوامل خطوره نسميها احنا، بس هو مرض جيني، يعني هو بالجينات يطلع الطفل بطن امه هو موجود بهذا المرض. زين دكتوره، احنا ما عندنا احصائيه ولا عندنا ارقام. جاي نشتغل احنا بمركز التوحد على هذا الشيء، وجاي نسوي ان شاء الله البحوث مالتنا نشتغل عليها ان شاء الله احنا والاخصائيين. حدثيني عن المركز، شنو مركزكم؟ المركز الوطني للتوحد.
شو يشتغل؟ شنو خططكم المستقبليه للحد من هذه الظاهره؟ بالنسبه لمستشفى مركز الوطني التوحد، مستشفى حمايه الاطفال مدينه الطب، حاليا احنا الكادر مالتنا بيه اطباء تخصص دقيق بالطب النفسي للاطفال المراهقين، نستقبل كل الحالات بالاضافه للتوحد، كل الامراض النفسيه للاطفال منها التخلف العقلي او نسميه محدوديه الذكاء، بالاضافه الى الاكتئاب، القلق، امراض الاكل، كل الامراض النفسيه للاطفال المراهقين لحد عمر 16 سنه، من عمر يوم لحد 16 سنه نستقبلهم بالمركز. احنا حاليا تجينا حالات هواي، استشارات من اطباء جمله عصبيه او ممكن انهم الاهل نفسهم. مركزكم اهلي لو حكومي؟ لا حكومي، مركز الوطني التوحد. بعض اهالي مرض سنه 2018. نعم، بعض اهالي مرض التوحد. نعم. يقولون احنا ندفع بالشهر ما يعادل 250 الى 500 الف وربما اكثر. اللي عنده مريض توحد فلوسه كلها منهوبه، لانه يشكي يقول ماكو مراكز، العلاج غالي، السلوكيات حتى ادرب ابني على سلوك معين هذا يكلفني الكثير من الفلوس، ولذلك تفاقمت الحاله. اريد اسمع وجهه نظرك حول هذه النقطه. بالنسبه احنا قلنا مرض التوحد العلاج الوحيد هو التدريب، واللي يقول انه اكو علاج ثاني فهو كاذب مع احتراماتي. يعني مثلا يقول شخص يدعي انه انا اعالج الطفل التوحدي بسحب المعادن والسموم، هذا كاذب. ممكن انه اني اعالج الطفل بغرفه الاكسجين، اعرض الطفل راسه الى اكسجين، زين، وهي موجوده غرف الاكسجين ومبالغ يعني ماليه ضخمه، يعني توصل 3 ملايين او 4 ملايين جلسات يعني. موجوده بالعراق؟ بالخارج عاده، بالاردن او بغير مكان، ما اعرف بعد توفرت بغداد او لا. زين، فاحنا نريد ننبه الاهل، دير بالكم من دجالين اللي تاجرون بالاطفال والمراهقين. زين، مرض التوحد العلاج الوحيد هو تدريب، تدريب السلوكيات، شلون يتواصل اجتماعيا وشلون يقلل من السلوكيات الخاطئه اللي عنده اللي هو الطفل التوحدي. زين، هاي هم مكلفه دكتور. اي المعاهد، هو يلتزم معاهد والاهل هم، والعلاج يعني الاسره تعتبر هو يعني البذره الاساسيه بالعلاج يعني الطفل التوحدي، هم يقدرون. زين دكتوره، يعني بصراحه يعني هسه اللي عنده مريض توحد، نعم، حتى يروح لهذا المعهد شقد لازم يدفع فلوس؟ حسب المعاهد، حسب المعهد نفسه. يعني احنا حاليا معاهد حكوميه ماكو، تعرفين يعني كله اهلي، فهو المعهد هو يعني بعد ضميره. يعني هسه كمعهد حكومي هل هو بنفس كفاءه الاهلي؟ انا ما بصراحه ما دخلت لهن المعاهد الحكوميه، ما رايحت لهن. زين، بس الاعداد هائله، ست، ضغط كبير، وعدد اللي يشتغلون بالمعاهد قليل مقارنه بالاعداد الهائله. يعني انت المفروض كل طفل توحدي الى مدربه، يعني وحده حتى تراعي سلوكه وتدرب سلوكه. انا من احط مجموعه اطفال 50 طفل وبدرجات مختلفه، توحد عندنا درجات، احنا نعرف انه هي مظله تشمل الطيف الخفيف والمتوسط والشديد. فانا من اجيب طفل اخليه خفيف ويا شديد، هذا الخفيف ممكن يكتسب مهارات يعني سلوكيه من طفل ثاني شديد، فالتدريب الفردي مفيد له. فلهذا السبب ننصح الاهل عاده نعطيهم احنا تدريبات بمركزنا مات التوحد، نسوي لهم اختبارات، نسوي لهم تحاليل ونشخص الطفل ونقول لهم يا ببلش شويه، من كل ما يكون ابكر كل ما احسن. زين، المعاهد ومراكز التدريب الاهليه جاي تكسر ظهر المواطنين دكتوره. نعم. يعني بصراحه اللي عنده طفل توحد صار عليه عبء جدا كبير، مالي، نفسي، ضغط، الاهل ما تعرف تدرب هذا الطفل بطريقه صحيحه، غير اكو ضابط ايقاع للمبالغ. يعني مو خوب الاهلي يقصف المواطن ياخذ كل الفلوس اللي بجيبه. المراكز الحكوميه حضرتك تقولين بها ضغط هائل جدا. نعم. فالاهل ما يامن، يقول لك انا ابني اذا خليته في هذا المركز راح يكتسب عادات سيئه اكثر وسلوكيات خاطئه. نعم. شنو الحل من وجهه نظرك دكتور؟ من وجهه نظري انه يعني الماده، يعني هاي اهم شيء، نوفر لهم ماده، لهم رعايه يعني ماديه لاهل التوحد. يعني كل شخص عنده توحد المفروض يعني يصير له مبلغ مالي، يعني كلمه راتب شهري حتى يسدد الاجور مالت المعاهد. وهذا كافي؟ يعني هو يعني هم راح يجيك معهد، هم راح يجيك معهد، يصير النسبه مثلا من 5 ملايين الى 15 مليون، ما هو ماكو سقف زمني، ماكو سقف هو مالي طول عمر حتى يوقف بالضبط المعهد. بالضبط، هو ما يصير يوقف المعهد نهائيا. زين، فتبقى الاهل بهذا الصراع وبهذه الدوامه انه انا ما عندي مبالغ. اغلب الاهالي هم حالتهم طبقتهم كلش ضعيفه، اللي عندهم اطفال بهم توحد، واكو قسم من العوائل جاي يجوني يصير عندهم طفلين وثلاثه بالعائله الوحده، تخيلي يعني. وثلاثه بالتوحد. مو قلت جيني، هو مو قلت لك ان البدايه هو جيني 80% هو جينات، فيجون اثنين وثلاثه مرض توحد بهم، فهذا يعني هذا الطامه الكبرى يعني. وقسم عندهم سلوكيات حتى عنف، ياذون نفسهم او ياذون المقابل يعني. زين دكتوره، ليش عندنا قله كوادر؟
يعني أنا أدري العراق ولاد للكفاءات العلمية. إحنا عندنا كفاءات بس أنت تعرفين ما حد يشتغل بلاش، أكيد لازم مادة. يعني ماكو منظمات مثلا، ماكو منظمات. احنا بالخارج لازم اهل يعني جماعه مثلا بامريكا او بغير دوله لازمتهم منظمات، يعني ناس تتبرع لاطفال التوحد زين، ويجون فولنتير متطوعين بهذا المجال. احنا ما عندنا متطوعين. زين المتطوع شنو مواصفاته؟ المتطوع لازم يعني دارس علم النفس على الاقل، يعني عنده كفاءه او شهاده ويعرف شلون يتعامل الطفل التوحدي. يعني هسه الدوله اذا استعانت بخريجي علم النفس وخلتهم في هذه المعاهد ممكن نقلل من الحاله دكتوره؟ نخفف عن الاهل. انت تعرفين شنو المعاناه اللي يعانوها الاهل بالطلعه؟ من يطلع حصر على يطلع، لانه الطفل التوحدي. والله وضحي لي هذه النقطه دكتوره، لانه يعني الطفل التوحدي ما يدرك انه هذا صح او هذا غلط، يعني ما يعرف مثلا نقول مثلا هذا عيب. مثلا ممكن هو طالعين مطعم يروح على طبله ثانيه مثلا منضده ثانيه بالمطعم ويهمش اشياء مالت المنضده الثانيه، ما يعرف بدون وعي. بدون وعي فالاهل يخجلون فما يطلعون، وهذا يزيد الحاله. واحنا يعني مجتمعنا شويه عنده جهل بهذا الموضوع، يعني ما يشوفون الطفل نظراتهم ازدراء للاهل، في حين انهم مساكين هم الاهل ما بيتهم شيء، هو بعد الله خلق هذا الشيء. شنو اغرب الحالات اللي حضرتك شفتيها او سمعتي عنها؟ قلت لك اللي عاده الاهل اللي يكون عندهم اكثر من طفل توحدي ماساه وضعيتهم، يجون ياذون نفسهم، يعضون ايديهم وجروح. ليش يعض؟ ليش مريض التوحد يعض بايده؟ احنا عندنا بدراستنا انه الطفل التوحدي عاده ما يعرف يعبر عن نفسه، عنده ضعف اجتماعي، ما يقدر يوصل الشيء اللي بداخله، يعني اذا مثلا ألم شيء، اذا وجعته بطنه، اذا انا وجعته، ما يعرف يوصل هذا الشيء، شلون يوصله؟ بهذه الطريقه، انه يؤذي نفسه او يؤذي المقابل، يريد يوصل بس ما يقدر يوصل. بس هذه حالات متاخره تتحدثين عليها، الشديده. خلينا نحكي على الحالات البسيطه، يعني هذه شنو حالاتها؟ شنو اعراضها؟ هو كلهم يتعالج نفس الشيء. كلهم نفس الشيء، يجون ضعف اجتماعي مع حركات تكراريه اللي ذكرناها. نمطيه تكراريه. بس شنو الفرق؟ الفرق انه مثلا بالنسبه للخفيف والمتوسط والشديد حسب شده الضعف الاجتماعي، اكو طفل عنده ضعف اجتماعي بس خفيفه، يعني يقدر يدبر اموره شويه، يعني ممكن شايل نفسه مثلا يقول يروح الحمام وحده شيء زين. الحركه النمطيه اخف، مثلا يجيك الخفيفه الحركه النمطيه مثلا خلينا نقول باليوم ساعه زين مجموعها. الشديد المتوسط مثلا اكثر ساعتين او اكثر يكرر الحركه. الشديد لا، طول الوقت هو يسوي الحركه يعيد بيها ويكررها. فاحنا عندنا مقياس اسمه كارس زين، هذه يقيس شده التوحد خفيف متوسط شديد. عندنا باحثه اجتماعيه متخصصه بهذا الشيء، عندنا باحثه ثانيه متخصصه تعطي تدريبات للاهل عن التوحد وكيف التعامل معهم. احنا نعتبر مرض التوحد الطفل التوحدي من نريد نعالجه نعتبره هو تربيه من نوع خاص. جيد، هذه النقطة واضحة. هلا عاد شلون يخلون الطفل المصاب بمرض التوحد في مدرسة أهلية ويا أطفال أسوياء؟ احتمال هذا خفيف حالته، إذا خفيفة حالته ممكن أنه يتحسن. يعني أنا عندي أطفال توحد داخلين مدارس صف خاص، أكو قسم بيهم صف خاص بالمدارس الحكومية ويدرسون وما عندهم مشاكل وأهلهم وياهم. يعني ممكن الطفل السليم يتاثر بالطفل المصاب بالتوحد؟ لا ما يتاثر، يعني شنو يريد يكتسب من عنده صفات مثلا؟ لا ما يتاثر، هو هو سليم بعد. بس ممكن الطفل السليم اللي بيه توحد ممكن يتعلم الاقران الطبيعيين، يعني سلوكيات، يعني يعرف الصح والغلط، يعرف الانضباط بالمدرسه. يعني انت ما دمجهم في هذا المجتمع؟ اي طبعا اكيد لازم، مو مع معاملتهم لا معامله لا لا خاصه؟ لا لا يعني يا حبذا انه يدمجوهم، يعني على مود حتى يعني شوي نرفع يعني مرض التوحد شويه، يعني نخفف الحالات الشديده. يا دكتوره احنا لا عندنا احصائيه ولا عندنا معاهد ومراكز كافيه ولا احنا نعرف، احنا ليه حد الان ما نعرفه هو مرض سلوكي لو مرض جيني وراثي؟ ليه حد الان هذا المرض مبهم عند الكثير من العوائل العراقيه؟ احنا غير نسلط الضوء عليه بالبدايه حتى نعرف علاجاته؟ من نظل نسلط الضوء يحتاج مبالغ ماليه، يعني انا من اجيب باحث اجتماعي او باحث يعني يريد يسوي دراسه عن عدد الحالات تكلف مبالغ ماليه ست، يعني انا من اخذ عينه من مجتمع، يعني هذا راح يجي يكلفه مبالغ زين، يسوي له تحاليل، انا اريد اسوي له تحاليل جينيه، كل التحاليل الجينيه 1.5 مليون ين، جاي اقول جينات، من اسوي فحص للجينات عند العائله الفقيره ما تقدر. وتعرفين يعني انا من ادزهم بالمركز مالتنا ادزهم للفحص الجيني يطول 9 اشهر يلا يوصلهم سره،
للامراض الجينيه حتى اختم ويا حضرتك هذا الملف بهذه المعطيات وبعد سنين ان شاء الله وليش طولت العمر ايش قد راح يصير مرضى التوحد بالعراق نسبتهم؟ اذا زاد الوعي وطرحنا هذا الموضوع بكثره والاهل قاموا ينتبهون على اطفالهم وشويه يقللون من الموبايل والتلفزيون ويحكون ويا اطفالهم ويتواصلون وياهم ممكن نخفف الحالات. شكرا جزيلا. يعني هذا عامل يعتبر. أي. شكرا جزيلا دكتوره رشا عباس الجنابي طب نفسي اطفال ومراهقين حياك الله شكرا جزيلا على كل هذا التوضيح. ختام ملفنا الثاني بابرز الاراء النيابيه والاقتصاديه في منصه اكس حول جداول الموازنه التي من المفترض ان يقدم التقرير النهائي للماليه النيابيه في جلسه يوم غد الاثنين لنتابع. ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم لنتابع. السوداني يوجه بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية. وزير الداخلية يوجه فريق تحقيق مختص لمعرفة ملابسات الإصابات خلال التظاهرات أمام شركة نفط ذي قار. وزير الصحة يصادق على تعيين ذوي المهن الصحية الساندة من حمل شهادة البكالوريوس المشمولين بتعديل قانون ذوي المهن. وزير النقل يعز بصرف رواتب موظفي شركة بزنس أنتل الأمنية العاملة في مطار بغداد وتأمين مستحقاتهم المالية. النزاهة تعلن صدور قراري حكم بالسجن غيابيا لمدة 17 عاما وغرامة بحق عضو لجنة إنشاء مخيمات للنازحين في نينوى. الحصاد انتهى شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.